سائل من الجزائر يقول: أنا مقبل على الزواج حيث أريد خطبة ابنة عمتي، ولكن المشكل أنها رضعت من الجدة أي أم عمتي، ولكن يعني لم يخرج الحليب، فهل أستطيع خطبة ابنة عمتي في هذه الحالة؟ لا أستطيع أن أجيبك الآن على هذه المسألة. أنت قلت لم يخرج الحليب، فهذا أنت غائب عني، فلا أستطيع أن أجيبك، فيجب أن تذهب إلى عالم عندكم. هو من الجزائر؟ من الجزائر، نعم. أن تذهب إلى أحد الإخوة، الشيخ عبد المجيد بن جمعة، الشيخ عبد الغني عصات، والشيخ عز الدين رمضاني، والشيخ الأزهر سنيقرة، نعم، أو غيرهم من، أو الشيخ محمد بن علي الفركوس، تشرح له المسألة وسيطلب جدتك هذه ويستوثق منها. نعم.